صباح النور ومساء النور عليكم. فيديو اليوم كله حماس وكله نشاط، غادي يكون ان شاء الله تغيير في الغرفه ديال التهنيس، ونبداو ان شاء الله لسنه دراسيه جديده، وفي نفس الوقت غادي يكون الترتيب والتنظيف لفصل الخريف، وغادي يكون بزاف ديال الاشياء، وغادي يكون واحد التحدي من نوع خاص غادي نخليكم تكتشفوه بشويه بشويه على قناتنا. مرحبا بكم في هذا الفيديو، هذا المحفز جدا جدا جدا. شتو معايا نديرو كيفاش داير ماريو، هاو كيفاش داير، ورك عليها بحال هكا. دونك هذا الفيديو هذا فاخذ ايام لحقاش، كل نهار غادي تشوفوني بلوك اللي هو مختلف، كيفيه تنظيف مكتب خشبي او كيفيه تنظيف اي حاجه ديات الخشب. فغادي نستعمل ليبونج ماجيك، هذه ديال ميسيو بروب، ولكن راه كاين اخص منها اكسيون. دونك تماك غادي تلقاوها، تعمروها غير بشي شويه ديال الماء وتتبقاو تفروطيو بهذه الطريقه هذه، وتحيدوا بها ستيلو، وتحيدوا بها لي فوتغ، تحيدوا بها اقلام ديال الرصاص، تتحيد يعني تتريحك واحد شويه. دونك هذايا باش غادي نلصق الورق اللي كاين في الحيط. وتحدي من نوع اخر، اول لعبه غادي نصبغ شي غرفه لوحدي. دونك كاينين بزاف ديال لي زاستوس، مشيت تنقلب كيفاش وكيفاش نديرو نصبغو الغرفه. دونك غادي نشارك معكم كاع داكشي اللي انايا تعلمتو وعرفتو. اول حاجه هي غادي نبدا اي بلاصه فيها شي تقبه ولا شي حاجه غادي نعمرها، وهنايا عندي الورق ديال الحائط غادي نلصقو مزيان قبل ما نبدا الصباغه ديال الحائط. غادي نقبض واحد العود وغادي نحاول نخلطها بحال هكا، ضروري ما تخلطيها، هي هذه هي ايطاب رقم واحد.
قبل ما تبداي تصبغي تخلط مزيان. كاين كاع الماكينات صغيورين تيجيروهم في الصباغه وتيخلطوا الصباغه عاد تيجيوها في الحائط. غادي نحط هنا وغادي نستعمل هذا وغادي نستعمل هذا، غادي نديرها هكا وغادي نديرها هكا وعاد غادي نديرها في الحيط. بيني بينكم راه اول نوبه تنصبغها يعني تاع عمرو بصباع، عاد بغيت ندير الصباعيات ندير الصباعيات. سي بارتي دونك بسم الله هذا نحيد كاع داكشي. بالنسبة للصباغة فغادي نحاول نركز على الأماكن اللي هما متسخين، لحقاش ديجا صبغنا العام اللي فات البلايص اللي هما مسخين. بسم الله ومرت ايام. دابا غادي نمروا الى المرحله الثانيه، من بعد ما خلينا الصباغه تنشف تماما غادي ندير التري ديال لي فيتمون او ديال الملابس ديال لينيس. غادي نحيد داكشي اللي صغير وغادي نحيد الملابس ديال الصيف وغادي نخرج الملابس ديال الخريف والملابس اللي صافي لحقاش الحال صافي بدا شو شويه تيبرد بشويه بشويه. وغادي نوري لكم دي رونجمون، دونك هادو هما دي رونجمون كنت خديتهم من عند جيفي، تنخشي فيهم ملابس ديال الصيف ويلا جا عاوتاني الصيف تنحيد الملابس اللي كاينين فيهم ونخشي نخشي الملابس ديال الخريف. هما نورمالمون واحد الكيت كبير وتيتباع الصغير والمتوسط.
حاجه اللي غادي تمكنكم من ترتيب الغرف بسرعه، هي حيت يكونوا بزاف ديال لي رونجمون. مهما كانوا عندك دي رونجمون، مهما كانوا عندك منظمات في الغرفه، مهما الغرفه دغيا تتجمع لك. دونك هادو دي رونجمون او منظمات كاينين تحت ديال السرير. دوكا كاين بغيتو تشريو شي سرير، حاولوا تشريو فيه دي منظمات هكا يجمعوا لكم لي زور، الملايات، يجمعوا لكم بزاف ديال الاشياء. وتتبدا عاوتاني عمليه ديال الترتيب ديال لوغانيزاسيون. جمعت لي كاع داكشي اللي كان في تيغوار، وغادي هذا لايق هذا ما لايقش غادي نحيدو. لقيت واحد المشكل كبير، كنظن بان هذا المشكل هذا كاين عند بزاف منكم. غادي نخليكم تشوفوا علاش تندوي بعد قليل. المشكل هو هذا، هما التقاصر ما تلقى ليهمش خوتهم، خصوصا عندي يعني ما فهمتش اش يدير. ما عرفتش واش نتوما عندكم نفس هذا المشكل هذا. المهم عندي انايا تنرتبهم، وغادي نوري لكم بعد قليل طريقتي في طي التقاشر باش ما يتضروش ويبقاو مع بعضياتهم. ولكن واخا هكاك تيتضروا فين تيمشيو الله اعلم. كيفاش نطوي قاصر بالنسبه لي؟ دونك الا عندكم اي طريقه واحده اخرى فكتبوا لي في التعليقات. دونك انايا تنلبي وحده وتنخشيها في الاخرى بحال هكا، وكاين اللي جاتي يقلب عليهم فيلقى الاخرى مع الاخرى. هذوك الاخرين غادي نجمعهم وغادي نحطهم في واحد البواطه، وغادي عاوتاني نشوف البيوت ديال البنات واش كاينين مخبيين ادوات يا غوش، نشوف عاوتاني لتحت في الصابون واش كاينين في شي بلاصه. وقت ما لقيت بعجه قشره ما كاينه علاش خطها، نمشي لديك البواطه نشوف واش كاينه لخطها ولا لا. دونك هادشي انا اللي كندير، وهادو شريتهم زعما جدادين للمدرسه الفصل الخريف او فصل الشتاء.
دونك تنقبض بعدا كيفاش ندخلو ليزار او لوس دو كويت في الكويت نتاعتها. دونك تنقبطو بعدا تنشسو مزيان وتنقبض ابخي لك كويت تنخشيها غير هكا كيما جبت ضربي، ولكن دائما تنقبض دوك لي زيكستريم ديالها. اون فوا تنقبض دوك لي زيكستريم تاعها فتنديرهم على حسب القناتي ديال لوس دو كويت، وتنبقى نضرب تنبقى نسوس 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 صافي حتى تطيب بوحديتها في المكان ديالها كيما غادي تشاهدوا معايا مع باقي. هنايا بشويه بشويه غادي نبدا لا ديكوراسيون ديال لا شومبر. بالنسبه للديكور ديال الغرفه شوفوا الفيديو اللي فات من بعد ما تكملوا مشاهده هذا الفيديو. هذا راه الفيديو اللي فات وريت لكم ان ميني اول درت لكم في الروتين ديال المره اللي فات، وريت لكم كل حاجه منين خديتها. دونك تنرتب كل حاجه، كاينين اشياء جديده لحقاش تهرسوا لي بعض الاشياء، وكاينين اشياء بقاو عنده من السنوات اللي هما فاتوا. دونك دابا غادي نخرج جميع الاشياء اللي قاولية من الاعوام اللي هما فاتوا واللي صدقوا واللي كانوا فريمون كاليتي نتاعتهم زوينه من نفس المحل، ولكن هذوك اللي كنت خديت من عند ايكيا معاكم النص نتاعهم كلهم تهرسوا مع الوقت، اللي تهرس اللي تعوج اللي كل واحد لا سواء في الغرفه ديالت يانيس لا سواء في الغرفه ديالت ميسا.
امرا كيفاش جاكم الفيديو ديال اليوم؟ الهدف نتاعو هو التحفيز وماكسيموم. دونك هذا هو الهدف. يعني كانت انورم اورغانيزاسيون، كانوا دي زاستيس، كانت اول نوبه، كان تحدي بالنسبه لي. كما تنشوف تبارك الله كاين بزاف ديال السيدات اللي تيقوموا بالعمليه ديال الصباغه بوحدتهم. قلت هاد النوبه هادي علاش لا. يمكن انا الفيديو ديال اليوم قد انتم يحمسكم باش تقدروا ديروا بعض الاشياء بوحدتكم اللي بين قوسين موالفين غير الرجال اللي تيديروها. يمكن حنايا العائلات نقدروا نديروها ونديروها بواحد الشكل اللي هو عاوتاني اجمل. شكرا لكم، شكرا على التفاعل نتاعكم وعلى الحب نتاعكم، ونلقاكم ان شاء الله قريبا في فيديو جديد على قناه سما. حليكم.